خطاب السياسي اليوم خطاب مضطرب، خطاب أشبه بخطاب المؤامرة إذا جاز التعبير، المؤامرة، لأن الكل جميع القوى من يتآمر على من؟ الكل يتآمر على الكل، الجميع القوى السياسية تنظر إلى أن تبحث عن دور وتبحث في المرحلة القادمة، لأن أكو جمهور أستاذ علي، أكو جمهور، أكو شارع عراقي ناقم. يعني هذا يؤشر، أكو يعني في علم الرياضيات نستطيع أن نستنتج هذه النقمة، أكو شارع ناقم. اليوم امتناع 70% من المشاركة في الانتخابات، هذا يشي بوضوح وينعكس عنا بوضوح أن هناك استياء ونقمة وتدمر وعدم رضا، عدم ثقة. يهتم هذا السياسي الذي تتحدث عنه لهذه المقاطعة؟ لا يهتم ولا يكترث، لأنه يمتلك أدوات إدامة زخم وجوده، الأدوات اللي هي المال والسلطة والأحساب، بالتالي محصن نفسه بالجمهور وأدواته. فلذلك هو عدى جمهور المؤدلج، يعتقد أن جمهور المؤدلج يمنحه الشرعية في البقاء، وهو لا يلتفت إلى أن هاي 70% قد تزداد هذه النسبة في المستقبل، وأنا على يقين أنها ستزداد ما لم تلمس. لأن أنت اليوم أكو ثقة انهارت، هذه الثقة انهارت، لا يمكن أن تعود بسهولة في الشارع. الوجوه في الطبقة السياسية هي ذات الوجوه، كأننا أمام لعبة الدومينة، نفس الوجوه من 2003 إلى الآن لا يتغير فيها إلا تغيير عناوين في المواقع القانونية، في المراكز القانونية معينة. فالآن عندما تريد أن تستعيد ثقة الشارع، وين؟ أكو ذات وطنية مغيبة، أكو ذات وطنية مغيبة، هاي الذات الوطنية وين؟ زين، أكو مزاعم مزدوجة، أكو ازدواجية. يعني هو يعتمد في إيديولوجيته على مد الشورى ونحو ذلك وأدبيات الإسلاميين تتعارض مع الديمقراطية، ويخاطب الناس بأننا دولة مواطنة وقانون ودستور. إيش إنها الازدواجية؟ شنو علاقة المجلس الشورى وأدبيات الإسلام السياسي؟ شنو علاقته بالمواطنة ودولة المواطنة والمؤسسات والفصل بين السلطات؟ يعني الأديان بجملتها، الأديان كلها تعتمد في قيادتها للبشر على رؤية شمولية وحيانية.